السلام عليكم بنات الدراري، فيديو جديد. الفيديو هذا غادي نهضروا على الناس اللي يلاه بغاو يدخلوا لاصال وما عارفينش مين غيبداو، شنو غيقدموا، شنو غياخروا. غادي ننصحكم نصيحه واحده. اذا كنتي اول مره غادي تدخل تريني، غادي تقسم اربعه الوجبات، غتقسم فيهم يعني اربعه الوجبات غدير فيهم كربوهيدرات، بروتينات، دهون صحيه. غادي نشرح لكم شنو هي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هو مصدر ديال الطاقه، اي الجسم ديالك يحتاج الكربوهيدرات باش يعمل واحد الجهد بدني. البروتين هو مصدر اللي كيبني لك الكتله العضليه ديالك، والدهون الصحيه كذلك. سو خوتي هاد الثلاثه هادو مهمين بزاف، اسمهم الماكروز. الماكروز اي واحد، اي لاعب كمال اجسام كيحتاج هاد الثلاثه هادوما. سو انت اللي غادي تحتاج دابا، غادي تحتاج الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون الصحيه. هادوما موجودين. الكربوهيدرات كاين الروز، الشوفان، الخبز ديال الزراع، لي بات، عطى الله الكربوهيدرات، الخبز كامل الكربوهيدرات. البروتينات كذلك اي حاجه حيوانيه، شنو سميت، الدهون الصحيه، زيت الزيتون، الزيتون كذلك، افوكادو، هادو كاملين، الصفار، البيض، كاملين دهون صحيه. كل واحد في المغرب الحمد لله في العالم كامل كتواجد عنده هذا الاكل، لانه يعني اكل بسيط الحمد لله، ماشي شي حاجه اللي كيف ما كيقول لك اذا بغيتي تدخل كامل اساس خصك تكون ساري. هضره خاويه فالصو منا. دونك اي كنتي فقير، كنتي شنو سميتو، كنتي غني، غادي تحضر الوجبه ديالك. 10 درهم تقدر تعمل بها جوج روبات، شري ربع ديال الروز وسته ديال البيضات، ثلاثه ديال البيضات مع نص ربع ديال الروز، ثلاثه ديال البيضات مع نص ربع ديال الروز. انت حضرتي جوج روبات ديالك ب 10 دراهم، وشكون ما يقدرش يحضر 10 دراهم اخوتي؟ غير حنا كنختلقوا الاعذار من والو. سو اخوتي باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، هذا يكون شي حاجه خفيفه وفيه المعلومات بزاف. كيف ما قلت لكم اربعه ديال الوجبات، كربوهيدرات، بروتينات، دهون صحيه، يتواجدوا في هذه الوجبات هادو. ما نمشيش ناكل سقاطه عندي مثلا 5 درهم نشري بها الشوكولا ولا نشري بها شي حاجه، شري بها شي حاجه منفعه. مثلا كنتي خارج مع صحابك عندك 2 دراهم في الجيم او مثلا 3 دراهم، بلاص ما تشري بها مثلا بيمو ولا تشري بها شي حاجه، شري بها مثلا 2 دراهم ديال الكاوكاو، شري بها شنو اللوز، هادوما دهون صحيه غتستافد منه وفيهم حتى البروتين الطبيعي. واحد الحاجه اللي هذا خصو يخدم، فهمتوني، ماشي الشهيه ديالك اولا شي حاجه اخرى. اهم حاجه مهم، اربعه د الوجبات غتريني في لاصال، اي لاصال في المغرب فيه كوتش، ما كاينش شي لاصال ما فيهش كوتش. غتريني في لاصال ثلاثه ديال المرات، اذا كنتي اول مره غتعرف شنو هي كمال الاجسام او فيتنس. غتريني ثلاثه ديال المرات في السيمانه، اثنين الاربع، اثنين ثلاث راحه، الاربع غتريني، الخميس راحه، الجمعه، السبت، الحد راحه، ثلاثه ديال الايام غادي تريني فيها. يدعي وانا ماشي كنخالف، ثلاثه الايام، اثنين الاربع، جمعه، بركه، شهر عاد ضرب شهر، ديك الساعه تبقى تزيد اربع ايام، من موراها شهر عاد تزيد خمسه ايام، والجسم ديالك غيديفلوب من واحد الدرجه بوم، غيعمل بوم. هادي عندي بتجربه اخوتي، الوزن ديالك غادي يتزاد، ماشي غادي يتزاد تسمعوا غادي يتزاد يعني زياده الوزن ان صافي غادي نتباربار ونعمل الشحمه وهذا، لا، غادي تزاد الكتله العضليه. اذا تزاد في الكتله العضليه راك انت هو المضخم. وهذه هي النصيحه للمبتدئين الليله اخوتي، ونتمنى تريني من مورا هذا الحجر هذا اللي رزانا بزاف الصراحه الله. وهذه هي الموتيفاسيون اخوتي، ديما غادي نبقى نموتيفيكم كل ما بقيت انا عايش. يلا اخوتي ما تنساوش جيم وكومونتير، واذا كنت اول مره كتشوف هذا الوجه هذا عاد كليكي على السبسكرايب، واحد البوطونه حمراء، فعل الجرس، تهلاو اخوتي.